السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم تمارين 2-2 صفحة 58 من الفصل الثاني. أخذنا المحاضرة اللي قبلها أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، هسا راح نحل سادسا وسابعا وثامنا. يلا عيني. سادسا يقول لتكن f الاكس 1 ناقص 2 اكس اصغر او يساوي من 2، 1 ناقص x تربيع x اكبر من 2. يقول اثبت ان f مستمرة عند x يساوي 2. يلا يوم خلينا نحل. يلا سادسا شرح ناخذ، ما دام عندي قايل لي مستمره، اثبت ان اف مستمره عندما اكس يساوي لنا 2، فراح اخذ ام اليساوي. شكو يساوي؟ اخذه 1 ناقص 2 اكس، وهنا عندنا اكس اصغر او يساوي من 2. زين، هنا ايش راح اسوي؟ مكان كل اكس اخلي 2، يعني اقول اف في 2 يساوي لنا 1 ناقص 2 في 2. مكان كل اكس هنا خليت 2 ويساوي لنا 1 ناقص 2 في 2 4، ويساوي لنا -3. إشارة الكبير واطرح، طلع لنا شقد؟ -3. يعني طلع لنا -3. زين، هسه ايش راح اسوي؟ راح اوزع الليمت، ليمت اكس 2 1 ناقص x تربيع يساوي لنا، اخذ ام هذا الثانيه، اخذت ام اليساوي، هسه راح اخذ الداله الثانيه 1 ناقص x تربيع. نقول 1 ناقص x تربيع يساوي 1 ناقص، مكان كل اكس اخلي 2 تربيع، ويساوي لنا 1 ناقص 2 في 2 4، ويساوي لنا -3. اذا L1 يساوي لنا -3، هعيني. زين، هسه شو نقول؟ ليميت الـ1 ناقص 2 اكس يساوي لنا 1 ناقص 2، مكان كل اكس اخلي 2، ويساوي لنا 1 ناقص 4، ويساوي لنا -3. هذه L2 يطلع لنا -3. اذا L1 يساوي لنا L2 الغاية اقول مستمرة، او أول مرة الغاية موجودة، نقول هنا الغاية موجودة، أو F نقول مستمرة عند X يساوي لنا 2. هذا السؤال السادس. بعد لنا السابع والثامن. السابع خلينا نقرأ، لتكن f الاكس ax زائد 3x اصغر او يساوي من 1، 3x تربيع زائد 1x اكبر، هنا اكبر x اكبر او يساوي من 1، وهنا x اصغر من 1، جد قيمة a ينتمي الى r اذا كانت f مستمرة عندما x 1. يلا يوم سابعا نقول بما ان الدالة مستمرة عندما مطيني اكس يساوي لنا 1، اذا L1 يساوي لنا L2، فناخذ الليمت الاكس 1 ax زائد 3، اخذنا السابعا ax زائد 3 شكو يساوي اكبر او اصغر يساوي، اخذها هذه الدالة الاولى هعيني. فنقول يساوي ليمت الدالة الثانية اللي هي 3x تربيع زائد 1، هايوم، فراح نعوض، مكان كل اكس اخلي 1 زائد 3 يساوي لنا 3 في 1 تربيع زائد 1. زين، هنا عندنا اي في 1 اي زائد 3 يساوي لنا 3 زائد 1، اي زائد 3 يساوي لنا 4، اقول اي يساوي لنا 4 ناقص 3، اي يساوي لنا 1. خلصت سؤال السابع. بقالي سؤال الثامن، يقول لي لتكن
f الاكس 2x زائد bx أصغر أو يساوي من سالب 1 و x تربيع زائد ax أكبر من سالب 1. يقول جد قيمة a ينتمي إلى أي و b يريد هاي. إذا كانت الf مستمرة عند x يساوي لنا سالب 2 وإن f الـ 2 يساوي لنا 7. يلا عيني خلينا نحل السؤال الثامن والأخير. يلا يلا ما دام عندي 2 أعوض مكان كل x أخلي 2 اللي هي أول مرة شنية؟ لا مو مكان كل x أخلي 2 هو مطيني f الـ 2 ها عيني. فش أخذ يا معادلة أم الـ x تربيع زائد a هنا ماخذين بقى شوفوا يوم ماخذين x تربيع زائد a يساوي 7. إذن أقول 2 تربيع زائد A يساوي لنا 7. 2 تربيع 4 زائد A يساوي لنا 7. أقول A يساوي لنا 7 ناقص 4 A يساوي لنا 3. طلعت قيمة A. إذن الـ L1 يساوي لنا L2. زين هسه شو أسوي؟ راح أخذ الدالة الثانية limit x سالب 1 x تربيع زائد 3 يساوي لنا limit ال x سالب 1 2 x زائد b يعني 2 x زائد b مكان كل x أخلي سالب 1 تربيع زائد 3 أنزل 3 يساوي لنا 2 في سالب 1 زائد b. أما 2 x زائد b يعني ها هنا عوضت هنا العوضت هنا يعني فش أقول سالب 1 تربيعه 1 زائد 3 يساوي لنا 2 في سالب 2 سالب 2 ناقص b. دقيقة السالب بالسالب موجب فش أقول 4 هنا يعني أقول b يساوي لنا 4 زائد 2 لأن هذه 4 نقلتها سالب 2 للطرف صارت موجب. إذن b يساوي لنا 6 وخلص الحل. طلعت a 3 و b 6 هو رايت قيمة a و b. إن شاء الله التوفيق.